أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا تائب من المعاصي ولله الحمد، ولكن تصور لي المعاصي في أوقات العبادة، فكيف أتخلص منها أثابكم الله؟ أسأل الله لنا ولك ولسائر المسلمين التائبين الثبات على طاعته ومحبته ومرضاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أخي في الله، إن الله إذا أحب عبده رزقه التوبة والإنابة إليه سبحانه، وقد أعطى الدنيا من أحب ومن كره، ولم يعطي الدين والتوبة والإنابة إليه إلا لمن يحبه. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحبابه. فأحب ربك كما يسر لك الهدى وسهله لك ورزقك التوبة قبل أن تموت. فكم من شاب طائش أتته منيته وحيل بينه وبين التوبة، ولكن الله تداركك بلطفه. ولما أنعم الله عليك بهذه النعمة وامتن عليك بهذه المنة، أبى عدو الله إبليس إلا أن يقعد لك بالرصد، فهو في غيظ وحسد وحقد لك، فرأى كرامة الله لك وأراد أن يهينك، ورأى عز الطاعة لربك طاعتك لربك وأراد أن يذلك، وخسئ عدو الله. فلن يستطيع ذلك بإذن الله. ومن هنا تمتحن في توبتك وتختبر وتبتلى من ربك. فإن صدقت مع الله صدق الله معك، تتوب إلى الله من الشهوات والمعاصي والملهيات، فيأتيك عدو الله آناء الليل والنهار يزينها لك، حتى لربما زينها لك في أشرف المواطن وأعظمها، وهو موطن القرب من الله، فيقول لك: لو كنت تائبا صادقا في توبتك لماذا تتذكر هذه الأمور وأنت واقف بين يدي الله؟ وكذب وفجر ولقم الحجر. ولو أنك قلت: هذا ربي وهذا حبيبي وهذا الذي أدناني إلى رحمته وهذا الذي قربني إلى لطفه وبره وكرامته، والله لن أترك سبيله وأنا أحيد عن طريقه، فإن أعرضت عنه أقبلت عليك الخيرات والباقيات الصالحات، لأن الشهوة التي عصيت بها الله أنزلت إلى الدركات، فحتى تخرج من هذه الدركات تتسلق إلى الدرجات العلى بامتحانات وابتلاءات، ومنها هذا الابتلاء. فاصبر فإن الله يقويك ويعطيك من فضله ومنه وكرمه ما لم يخطر لك على بال، فظن بربك خيرا. وإياك ثم إياك، إن قال لك أنت لست بصادق، أو قال لك أنت منافق، أو أنت لست بصادق في توبتك، فكله كذب لا حقيقة له. فإن أعرضت عن هذه الوساوس والخطرات لا يملك عدو الله إلا أن يوسوس، وإذا أعرضت عن هذه الوساوس وأقبلت على الله رأيت حقيقة ما أنت فيه، وهو رحمته ولطفه وبره ومعونته وتوفيقه. ليس للشيطان إلا هذا البلاء، وهو أن يوسوس وأن يذكرك المواقف الردية والمنازل المخزية. فبعض الناس في هذا البلاء على أحوال، منهم من يسترسل مع هذه الأفكار، ومنهم إذا استرسل ينقطع ولا يستمر، ومنهم من يستمر ثم يختلفون. فالذين يستمرون في ذلك يضعف إيمانهم، نسأل الله السلامة والعافية، ويقوى سلطان الشيطان عليهم بقدر ما يسترسلون من هذه الوساوس، حتى إن بعضهم يرى نفسه بعد الالتزام كأنه بعد التزامه بطاعة الله واستقامته على محبة الله كأنه في سجن والعياذ بالله. وإذا كمل إيمانه وعظم يقينه بالله عز وجل، وقد مرت عليه ألذ الشهوات ومرت عليه أجمل الفتن الفاتنة، إذا عرضت عليه احتقرها في جنب ما هو فيه من طاعة الله، فيرفع إلى أعالي الدرجات، لأن هذا الاحتقار بعد أن رأى وتلذذ وذاق لذة المعصية وهي لا لذة فيها، بعد هذا كله يعرض عنها بصدق، فإن هذا يبدله الله عز وجل بسيئاته حسنات،
ولذلك كم من أناس إذا رأيتهم على الاستقامة وقوة الإيمان والثبات لو فتشت عن أمورهم لوجدت أنهم